كما تتبعتم الدورة كانت مفتوحة وكان فيها نقاش وتضمنت جدول أعمال المجموع من النقاط في جدول الأعمال. أولا فيما يتعلق بإعادة انتشار الموظفين وإعادة النظام والهيكلة الإدارية، كذلك من ضمن الأمور اللي كانت أساسية هو مناقشة برنامج الاستثمار. برنامج الاستثمار هذا اللي أولا هيئ منذ مدة وشغل فيه المكتب في جلسات متعددة، كما ناقشته واجتمعت من أجله اللجان في الاجتماع المشترك، اللجان الثلاثة في الاجتماع المشترك، وصادقت بالإجماع على التوصيات وعلى مشروع الاستثمار. كذلك في النقاش في الدورة السابقة كانت المشاركة ديال كل الفعاليات وكل المستشارين في الاستثمار. برنامج الاستثمار هو أساسي، أولا يتعلق بالمتطلبات والحاجيات، سواء ما تعلق بالبناء، سواء ما تعلق بالمساحات الخضراء والإنارة والخدمات وبالحالة المدنية والخدمات المقدمة للساكنة. إذا كل الحاجيات وكل المعطيات كانت على اهتمام كبير وبنقاش ملتزم ومسؤول ديال المستشارين، وكذلك ديال المصالح التي قدمت ملفات ودراسات في كل القضايا اللي خلصنا لهذا البرنامج الاستثمار اللي صوتنا عليه بالإجماع في اللجنة. واليوم كاين استئناف الدورة اللي فيها نقطة فريدة هو هذا برنامج الاستثمار، وشكرا. اليوم احنا في اجتماع ديال مجلس مقاطعة أكدا الرياض للدراسة على واحد النقطة جد مهمة، هي نقطة ديال كتعلق بمقترحات الاستثمار اللي غتكون في المقاطعة. قبل هذه الجلسة هذه انعقدت واحد الجلسة ديال واحد اللجنة اللي تدارست مختلف المقترحات اللي قدمها المكتب المسير، وقدمنا احنا كفدرالية اليسار مجموعة ديال النقط انطلاقا من البرنامج الانتخابي اللي تعاقدنا به مع المواطنين. وصراحة كان واحد التفاعل إيجابي ديال المكتب المسير مع المقترحات، بأن كلها كتصب في الصالح العام وكلها كتصب في تحسين حياة ديال الساكنة ديال المقاطعة خصوصا والساكنة ديال مدينة الرباط على العموم. غادي ندخلوا دابا غنسمعوا النقاش ونشوفوا إذا كاين شي أفكار جديدة، ولكن غالبا غنمشيو في اتجاه ديال الموافقة على هذا البرنامج ديال الاستثمار لأنه خدا بالأغلبية الساحقة ديال المقترحات ديالنا اللي تعاقدنا بها مع المواطنين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.